معكم علي من قناة أحلى ألعاب أمفيس. اليوم أصدقائي جيت من فيديو جديد وموضوع نفس اللي قبله، بس هالمرة اكتشفت شغلة جديدة بالمطرح. راح نروح ناجيكم. طبعا يلي بده يبارك لي على السيارة فيبارك لي هلا عن جديد، عشان صراحة كنت عم ساعد وحدة وكان في مصورين صاروا أعداء، فقوصت واحد أمي هربت تركت السيارة فأخذتها وظبطتها وأخذتها لي. يعني شوفوا ما أحلى هالشغلة وسريعة كمان. فاللي بده يبارك لي بس يكتب لي بالكومنتس. أصدقائي هلا حنروح وحنأرجيكم، وصراحة ما عم بفهم ليه ما عم تدعموني. صح قناتي ما عم بشتغل فيها كثير أصدقائي، بس إنه كثير صغيرة القناة صح، بس بطلب أمرار منكم تدعموني. يا معلم معلمة اللي سقطة هالمرة أصدقائي راح نوصل بسرعة إن شاء الله. راح أختصر كرمالكم لو بدها تتكسر السيارة مالي عنا لوسانتس كوستيمز شريته. ذكرت لكم أصدقائي، شوفوا شفتوا كل هول الخضر المحلات الخضر. لحظة خليني أوضح لكم. أوه المهم وين لا راحوا؟ أوه راحوا بصور بدلة. شوفوا أصدقائي شايفين كل هول المحلات الخضر اللي مبينين هون على الماب؟ أنا هول اشتريتهم بفرانكلين كرمال خيي قال لي، فباركولي كمان عليهم. حوقف الفيديو يعني كأنه اختصرناه من الفيديو. وأصدقائي هلا رح نختصر لكم هلا شوي المشوار، عشان مثل ما شايفين بعد في شو 3 ميال بس في دانيا. أصدقائي مثل ما انكم شايفين رجعت لكم، وهيدا هو المطرح. أصدقائي اللي بدي ارجع ارجيكم عليه هو انه نحن صح لقينا العين، بس ما لقينا هرم للعين. وانا صراحة خلف الكواليس لقيت الهرم، وانا طلعت بهداك الفيديو بدون ما انتبه له. صراحة اللي حيسألني اللي عم بلعب بفرانكلين انا عم بلعب فيه عشان اشترينا فيه التاكسي. فشوفوا اصدقائي حخليكم تلاحظوا لحالكم. هاي انا بعتها، هاي العين بالنص، وهي عمود 2 3، باقي بس يعملوا الخطوط من فوق وعملون 1 2 3 والعين بالنص. هذا اللي حبيت اوضح لكم اياه. وهلا حنعملكم نرجع حرب ولا شو بتريدوا؟ شو رايك يا احمد شو نعمل لهم هلا؟ عملنا لهم حرب هداك الفيلم هداك الفيديو كمان حرب؟ لا خلينا نعمل لهم سباق. اصدقائي رح نعمل لكم سباق وان شاء الله بنطلع الاوائل، مع اني ماني سوي لها الدرجة يابا. بتكون رح اعمل واحد بحري هالمرة صراحة، عشان نحن متعودين على الارض ما متعودين على البحر. فرح ودي بس السيارة وبرجع لكم. مرحبا اصدقائي، مثل ما انكم شايفين انا جبت الشلة تبعيتنا مشان شو اسمه انتبه يا معلم. جبتهم كرمال رايحين على مقر الجيش وبدنا نعمل حرب. اصدقائي اذا هي كتير طويلة 400.71، يعني اذا بدكم حنقطش الفيديو، بس الاحلى عشان قطشنا كتير راح نروح دغري. يلا امشوا يا شبيبة. اصدقائي راح نوقفه عشان كتير بعيد. مرحبا اصدقائي، صراحة كتير بعيد المطرح، وعشان ما اقطش اكتر فراح ابلش لكم اياها وراح اليها لحالي. والله اصدقائي وحط الحمل الكبير كله يطلع اسلحته. الحقوني يا شبيبة يا شبيبية يا شبيبي يا صبايا، يلا يلا على السرايا طلعوا اسلحتكم ودعوا. يلا اصدقائي كله ياخذ احتمى، خذوا احتمى يا حمير. لا كذا ولا احتمى. كذا سوايا. لمار يا ملطوش. يا لمار خليتني انت الحالي. لمار لا ايه كمان عندي زميلتي والله ما تبعت لها. يلا اقتلون كتب سوايا. انا اسوي عال هذا كبار طاق. يلا اصدقائي
ياسر يا حمير اوصل فكرة اصدقائي انا حاسس ان لحالي انا اللي عم اوصل اوصل يا عيني الله صح انا لما دخلوا الناس يلا نتهمهم كمان كويس انا اللي عم اوصل ستان جان يلا تتصل وقع انا لا لا مار الله يرحمك خلص تعيشتك المير ولا مار ما حنعمل لك شي يعني بسببك لك وتريفر وزن جار اصدقائي نجوم فاشل نجوم فاشل ايه اعطوني مصاري والله ما فكرت انا شيء لا مار ما معه اسلحة ما بعرف ليه ما بقدر اعطي اسلحة طب لحظة 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 خلوني بس اهرب تكة وبرجع لكم انا ضحك من هناك ما بعرف محمود يا محمود بدك تكتب لنا الانفيزبل يا محمود لا انا خلصت الانفيزبل يا محمود اسرع اسرع يا محمود اسرع اسرع يا محمود اسرع اسرع يا محمود اسرع اسرع يا محمود وي يا اصدقائي انكتبت عند الانفيزبل من كتبت ما كتبت هلا انكتبت اصدقائي خليني افكر بالكلمه اللي حاولها لا كمل don't worry أخذنا من ياس بلاي don't worry I will take him خلاص I will take him ما عليكم انتو I will take him مع انه مو اي حدا I will take him out I will take him in بدك تفوت in I will take you in I will take you out اضربوا نار بالجيج لا هذا جيرن لانشا حلوة الحرب هاك اصدقائي اللي انبسط فيها يقلي اهم شيء انبسطوا بالنكت ها خش اول كل بقى ده وقعها بالطاية بالفرد طاقة طب وقع يعني خجلتنا قدام العالم الله لا يوفق الله لا يوفق نزل وانت التاني هومينج غلط الهومينج سألنا فيهم مش حالي طيب ربعين لحاله انا عم قويل الشوطين عشان هيك عملت حرب اصدقائي انا عرفتوا ليش طاق ونزلت نزلت مش طلعت هلعب كتاب زد صاص لا اصابة عاد لا عم تهرب لا مش عيب عليه صحيح الهرب نصف الرجولة بس المواجهة كاملة الرجولة كاملة الرجولة شفت اصدقائي رصاصة واقعة وبين ورصاصة كاملة رصاصة يلا بكل رصاصة الثانية رسمالهم عنا رسمالهم رصاصة ها ها دمت دافين اصدقائي مين بتخيل معي انه هيدول العالم يلي عم بيموتوا هلا كلهم يطلعون بجنازة عن جد بلوس سانتوس هو عم بيطلع في اي خليك واقف يا الله قطش اصدقائي ما حدا يسألني لا بتقول قطش بدل قشط انا ما بعرف اقول قشط منيح فبقول قطش شايفني اكثر عم تسحبه طيب ما حد أثر فيه لان انا رح اكبر لك وحدي من وين مين اللي كبه؟ مين اللي كبه؟ خور مين اللي كبه؟ مين اللي كبه منكم يابا؟ خور والله لاجيبها بنص راسك يا حيوان يا كلاو هذا بنص راسك ويي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 ي
Don't worry, I will take him in. أصدقائي ما حأنهي الفيديو هون، رح كملكم لسه شوي لتخلص الانفيزيبيليتي، بعدين بننهي الدق بموت فرانكلين، واللي بيحضر هذا الفيديو رجاء أن يستشهد، بنروح فرانكلين طبعا، عشان نروح له. بن 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 بنبرش. أصدقائي مين بيلعب بروتوبي يا جي تي؟ إيه طج، نزل تحت السيارة، أنت ميكانيكي؟ طيب ليه ما بقوم اسقط؟ بهيدا
شوي اليوم يوم الوقفة. وقعت واحد. كنا انجاز لانه انا واحد من الطيارة بالفرد. وسوف نستشهد ونقرأ الفاتحة على روح فرانكلين قريبا إن شاء الله قريبا. همتات أكلت وطبلوك الله الله كمان سكاي بلاش تشيل نجوم الشركة بلاش تشيل نجوم الشركة أصدقائي ما راح أشيلهم عندكم لا تشهدوا على روحهم. ليه ما تحداني اصدقائي شيلوا الممرض؟ ياي ما حدا بيتحداني. اصدقائي انفضنا منهم. خلاص ما تستشهدوا على روحهم. ومثل ما بيقول تريفر بالنسبة لفلانكلين كات هير. انتصر.